على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر عاند معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي عاند معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي قدر يا ود قلبي قدر النار أولها الشرر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر مشوار صغير من هنا لسوهاج يعمل كل ده جواز ايه وحريم ايه انا ما قلتش عاوز اتجوز ومش عاوز اتجوزها ايه اللي خلاهم يفكروا في كده انا حر من متى حد يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه يعني انت خدتها سوهاج
عشان تجوى الصغيرة هتضحك على روحك. هما مالهم عايزينك ليهم بس؟ أنا عاوز فرحة وعاوز أتجوزها، وفرض هي مش عاوزة. أكلمها على المحمول زمنها نامت دلوقتي. يا راجل اختي شوناه. دقيقة وثلاث ثواني. أول مرة يعملها. ساب المندرة والبيت عشان فرحة. مش عشان فرحة يا مرت عم، عشان خاطر زعلان من الولد. طول عمرهم الولد عايزعلوه، من متى ساب البيت؟ تلقاهم زودوها شوية طردة. كل ده يجي من تحت راسك يا فرحة؟ ماشي يا مرت عم. وفرحة مالها؟ انت هتصدقي كلام ابو ذكري؟ ابو ذكري ده راجل كذاب. خدها سهاج ولا لا؟ عشان تقوى. تقوى تدي العائلة اللي هترضع. هي دريانة بحاجة. تقوى ومهران ده لا تقوى ولا مهران حتى. انا عارفاه يحب الحريم الحلوة. حرام عليك يا مرت عم. صح، هي كاملة جلاتها اهي. ياه يا حج، تسيبنا وتبيت وحدك. ما هو سايبنا سنين طويلة، بس برضه كان نفسه مونسنا. ماشي يا فرح. بصراحة انتوا غلطانين. والصراحة أكتر يا شيخ كامل، إنك طول عمرك بعيد، ما فيش داعي اليوم اللي تيجي فيه تغلطنا. الأبو ما يتردش عليه يا خيري، ما يتزعجلهوش. هو خيري كده شاطط على طول. ما تخليك انت ساكت احسن، وحسابك معايا بعدين. انت فاهم ليه يا والد ابوي؟ حد قال لك عني حاجه بالكد؟ انا كفايه ابص في وشك اعرف الصدق من الكد. والقلم يا جودي هردهولك اتنين. ابوكم هيحبكم، ما تزعلهوش. يا والد ابوي الكلام اللي بتقول عليه ده مش هنا. هنا يا اما نسكتوا يا اما يتقال علينا جلالات الادب. انت قليل ادب من غير حاجه اصلا، والمفروض ما تتكلمش خالص. بتاع محجر الرخام انت، تقدر انت على شغل المحجر؟ وما اقدرش ليه؟ هو كده عايز يتنطط من هنا لمصر. انا عارفه. ايوه ايوه، ما هو خايب زي اخوه بتاع الاسفين. قال وانا اللي كنت عايز اشاركك. قال لخص بصوا انا ماشي، بس بعيد عن الزعل والفلوس والدنيا. الاب ما حدش يزعله، ربنا قال كده. والنبي في حد يقدر يزعل ابوك؟ ده راجل عايز يبقى في الدنيا واحده ولا حدش حواليه. برضه الادب حلو يا جوده. كامل خليك في حالك انت. فاكر لما قلت لك ابوك عاوزنا نطلق اللي حبها قلبي قلت لي ايه؟ مش انا اللي قلت يا خيري. الحديث الشريف اللي قال انت ومالك لابيك. وانا من يومها عرفت انك لا تحل ولا تربط. ماشي يا خيري، سلام عليكم. استنى يا كامل. قلبك عليه قوي. استنى يا كامل يا راجل، ده انت كل ما ابوك يسألك على كامل تقول له سيبه، دي عايش في ملكوت الله، سيبك منه. ماشي يا والد ابوي، اسيبك تهدى. يلا يا حماد حصل شقيقك يا والد منده. خيري ما تقولش اسمي عشان ما ردش عليك. يلا يا حماد. مش هفوتها لك يا جودي. ولففنا سهاج كلها وغدانا، وقعد يضحك كأنه عيل صغير. زين مالك يا امه؟ ماليش. امال ساهمتي ليه؟ الراجل ده وما عملته ليكي تخليني اسهم وبلم. ليه ده كله؟ ده زي ابوي. وابوكي هيفسحك ويوكلك جلاتي. طب ايه رايك فتح لي باب العربيه بايده لما اتلخمت في تجوة؟ اسمعي يا فرحه، انت مش صغيره، انت اتجوزتي واتطلقتي
وعارفة الدنيا. وإيه لزوم الكلام ده؟ أنا قلت لك فوقي وخلاص. الحج مش راجل، ده أكبر راجل، فاهمة؟ عاوزة إيه؟ عاوزة تجوى. صباح الخير. أهو صباح وخلاص، تجوى جبنا لها حد تاني. ليه؟ مزاجي، أنا حرة، أنا ستة وأعمل اللي أنا عاوزاه. ماشي براحتكم. استني وما تجيش هنا تاني. حاضر. روح يا بنتي، ربنا يسهل لك بجوز تاني بعيد عننا. لا عاوزه جوز ولا غيره. سلام عليكم يا بنت. لما انت مؤدبه كده هتركبي عربيات الرجاله ليه؟ عيب يا مرت عم. انت خليكي فيها مرت عم عاد. قال مرت عم قال غورك. شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن معامله الولد لابوه وامه، اختار اصغر كلمه في الدنيا، ولا تقل لهما اف. اف حرفين، حرفين بس. لكن تلاقي العيل النهارده يعمل نفسه مش سامع ابوه، يعمل نفسه مش شايفه، وحتى يدخل البيت ما يقولش سلام عليكم. ليه يا ولدي كده؟ ده انت لو قعدت عمرك كله تقول لهم طيب ونعم مش هتوفي ليله واحده سهروا معاك فيه. أبوك وأمك هم سيادك وتاج راسك، صالحهم، بص راسهم يا ولدي. اللهم حنن قلوبنا. آمين. واستر عوراتنا. آمين. وارزقنا طاعة الوالدين. آمين. وارزقنا طاعة الوالدين. آمين. وارزقنا طاعة الوالدين. آمين. وأقم الصلاة. ولادي مهما عصوني برضو أولادي، ستري وغطايا وحزني وكسوة عيادي، وكل بكرة أقول بكرة القلوب تصفى تسود بزيادة كل ما حب وأدادي يا قلبي. ما تزعلش مننا يا أبوي. أنا مش زعلان. حقك علينا يا أبوي. مفيش حاجة. يبقى خلاص ترجع البيت يا أبوي. أنا متونس هنا شوية، بعدين هبقى أرجع. مش هيعولك الغدا؟ لا، مرت مناع قايمة بالواجب، لما عاوز واكلكم هقول. امي شيعت وجابت واحده لتقوى غير فرحه، وكل حاجه بقت تمام. ايه الغلبانه اتخرشة متخارص. ايه اللي حصل؟ ما تسكت يا مناع. اتكلم يا مناع. اتشبطوا معاها فوق ولزوها. سيبنا في حالنا يا حاج، كفايه اللي جرى لنا. سلامة فرحة. سلامة فرحة في بعدها عنكم. اتفضل يا حاج. سلامتك يا فرحة. الله يسلمك. ليك يا حاج يا ست زينب تقولي اللي انت عايزاه. يا ابوي احنا مش كادكم. انتوا فوق راسنا. اعملي قهوه يما للحج. قهوه ولا شربات؟ ها؟ لا قهوه. قهوه ليه يا بنت زينب؟ ده انا كان المنى عندي أسمع كلمة شربات حتى قبل انتي ما تيجي على وش الدنيا. راجل زي ده تقولي له لا؟ اللي في راسك يا بنت زينب.
زعلت. من ايه؟ عشان القهوة. وازعل ليه؟ انت حرة والحاجات دي ما فيهاش جبر. كنت عاوز شربات ليه؟ خلاص بقى، ما انت قلبتي الفرحة عزة. فرحة ايه يا حاج؟ فرحتي. كنت حاسس ان انت فرحتي وجاي عشان نفرح بسرعة، بس الظاهر ان انا تسرعت. انا مش كد الفرحتي يا حاج، انت مش راجل بس، انت بلد ووراك ناس كتير محدش فيهم هيرضى. وانت مالك؟ يرضى اللي يرضى واللي ما يرضاش يعد الارض. انا ما حدش لي حاجه عندي ابدا. بس انا ليه وليا كتير. ليا انك تبقى مبسوط ومرتاح، ومحدش في الدنيا دي كلها يبص لك بصه او يلمح بكلمه تضايقك او يخليك تسرح دقيقه واحده وانت زعلان. انا اعرف حاجه واحده بس، اللي عاوز حد من قلبه صح ما يقولهوش لا. القهوة يا حاج، اتفضل. بردك فرحة، الوجع كانت شديدة عليه. فرحة ما توقعش أبدا يا زينة، اللي عنده راس زي راسها ما يوقعش. والنبي ما تزعل مني يا حاج. عليه الصلاة والسلام. أزعل ليه؟ أنت قلت اللي عندك وأنا احترمته. تسلم إيدك يا زينة وسلامتك يا فرحة. بصراحة اللي عملتيه معاي ومع مهران وتقوى ما يتنسيش. دخلتي الفرحة في قلوب الحزانة. هبقى اسأل عنك برضو. بدري يا حاج. دايما عامل يا أم فرحة. مع السلامة يا حاج. مع السلامة يا فرحة. ايه اللي انت عملتيه ده؟ احمد. نعم. طلقني. ربنا يهديكي. طلقني اقول لك. عمرك ما طلبتيها. 10 سنين مستنيه راجلي الغالي. لما رجعت لك مش راجل يبقى تطلقني. راجل غصب عن اللي خلفوكي. وهطلقك لما عاوز انا اطلقك. هتطلقني ورجلك فوق رقبتي. استفدت ايه من جوازتي منك غير قلة القيمة؟ احفظي أدبك. قلة قيمتي ايه؟ لو انت راجل صح كنت وقفت قدام اخوك وخدت حقك، لكن انت اخته مش اخوه، والحريم يتراضوا بأي حاجة. اخلصي. كان لازم اعرف من زمان انك مش راجل. طلقني. مش هطلقك وهربيك على كل حرف. طلقني لو راجل. صغرتي نفسك يا محمد. عيالك معاهم حق. عيالي؟ مين عيالي دول؟ اللي يكفوا قبالك. خايف منهم ولا من نفسك؟ البت قالت لك لا، هي حرة. ما انت برضو كبير، كبير عليها يا محمد، وهي عايزة تعيش شباب. بس عينيها كانت بصالك بصة حلوة. لسه هتقول عينيها وشغل العيال الصغيرة؟ هتضيع زي اخوك مضاع.
لم روحك واحفظ سنك وأدبك وكيانك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت في وقتك. البني آدم الوحيد اللي تمنيت أشوفه دلوقتي هو أنت. إزيك يا محمد؟ تعبان يا أحمد. مش كدي. مناع. مناع. نعم يا حاج. اعمل لنا اتنين قهوة من البني بتاعي وهاتهم جوا. حاضر يا حاج. بص يا باسم يا حبيبي. نعم. طول ما باب الورشة مقفول لا تخش ولا حتى تفتح الباب. حاضر. هو مين جوه؟ ملناش دعوة، المهم الزبون يجي يستلم عربيته. ها بابا جاي النهارده؟ ما دام امك توحيد قالت لك جاي يبقى جاي. بص يا باسم يا حبيبي، انا عايزك تخلص الوكل ده كله. البيض يخلي شنبك يخضر، والطماطم تخليك نبيه. حاضر. والله ومليت علينا الدنيا يا باسم. انا كل عاوز انا اطلقها. ايش معنى؟ لو ما قسمناش يبقى طلقها. طب وبعدين؟ بيني وبينك فرصه، انا زهقت. اوعى. اوعى ليه؟ كاني اكلمك عن واحده كويسه ما انت عارفها. ولو اسالنا انا، ما حدش يتكوى بنار الجواز والطلاق كده. مالك؟ ما انت عايش ملك. ملك؟ ملك من غير عرش. كل عيل من ام، وكل واحد فيهم شايل جوال ابوه وجعته ووجعت امه. والد مندها عمره ما حب والد كامله ولا والد لميعه، وكلهم ما حبوش الصغير والد المرحومه حسنى. وكل واحد فيهم مش ناسي ان ابوه طلق امه. وانت ولا همك. انا بعد اربع حريم قاعد لوحدي بين اربع حيطان، ومعايا مين؟ مناع. والله يا احمد لو كنت ارتحت مع واحده منهم ما كنت سبتها. وانا اللي مرتاح. لمي وما تبعترش يا احمد، ولو على التقسيم سهله. انا مش عايزها. خليها واتقي شرها. شر قديم عارفينه احسن من شر جاي مش عارفينه. هتكسر مجاديفي ليه؟ بنتك لو تقدم لها عريس دلوقتي وامها مطلقه، انت لو طلقتها هتسيبك في حالك؟ ما انت عارفها نبها ازرق. استحملت اللي فات، استحمل اللي جاي لحد ميته. هات توحيد وتعالى نقعد مع بعض ونتفق. مرتك عاوزه فلوس تاخد اللي عاوزاه وكل حاجه تروق. والله العوج ما في حاجة هتعدله أبدا، وما فيش حد هيتغير. ما فيش حد هيتغير، بس المعوج ما نعوجوش أكتر فيتكسر ويبقى له سن يجرح أوعر من السكين يا أحمد. أنا هروح لتوحيد ونتفق. وأنت مالك؟ إيه اللي تعبك؟ لا، كنت سرحت في سرحة كده وفقت. سرحت في إيه؟ زي ما تقول كنت هوجع ولحقت رجلي في اخر لحظه. توقع فين؟ تيجي نطلع بره اربع حيطان، انا مخنوق. يلا بينا. ناوي عليه يا فرحه؟ ولا حاجه. ناوي على عمري؟ على اجلي؟ عطين فوق راسي؟ ليه يما؟ كي تقولي للراجل لا؟ مش انت اللي قلتي لي ابعدي؟ قلت لك ابعدي عن الفضايح، عن الاذى، عن البهدله. انما الرجل جاي يطلب ايدك في الحلال تقولي له لا؟ ايوه لا. فرحه بنت زينب المطلقه اليوم ما يجي لها حد زين ما حيزيدش عن مناع تقول للحاج محمد ابو دياب لا؟ اتدبيتي؟ يا ريتني اتدبيت، كنت وافقت وانا اكتر واحده فرحانه في الدنيا، لكن عقلي هو اللي قال لي اقول له لا. يقطع المدارس، ويوم ما دخلتك المدارس اخش اجيب البشكور واكسر بيه راسك. عمري ما هكون سبب مشاكل لراجل زي الراجل ده ابدا. ومين في البلد كلها هيقدر عليكي وانتي مرته؟ 100 نفر مستنيينه يقع، وعمري ما هكون انا الحفره اللي هيقع فيها ابدا. والله
والله ما اعرف ان كنت حبيتها يا احمد ولا العيال كبروها في دماغي. بس انت رحت لها ورفضتني، تخيل. يمكن ما رفضتش، يمكن خافت. لا، انا اللي خطيت خطوه في الغريب. طول عمري على البر ما احبش اشطح. احمد، عمري ما دخلت جوا قلبي وتهزيت كد الدردة. والله يا ولد ابوي مفيش بره القلب غير المرار بتاع الدنيا. مرار عارفينه احسن من حلو مش عارفينه يا احمد. يا السايق شغالين جوا؟ ايوه، واحد منهم طالع دلوقتي. الحق امشينا. شلت عليهم كلهم يا عم. مين ده يا السايق؟ ده والدي مهندس من مصر، ابوه سافر وسايبه عندنا امانه. عندك انت امانه؟ ده انت تعافر البلد. انت هتمشي ولا خلي مبروكه تعمل لك شاي؟ لا يا ابوي، الله الغني عنك وعن مبروكة وعن شايك وعن شايها. أنا حشاعلك العربية النقلة الحمراء بكرة، ماشي؟ هاتها يلا. أدخل أبص عليهم دقيقة. إنس ولا جن؟ باسم. باسم؟ بابا هو الحاج احمد يعرف ابو وائل؟ نعم. وماله؟ اهلا يا حاج احمد، انت تعرف ابو باسم؟ ايوه، كان جارنا في مصر. وماله يا ولد عمي؟ اللي اتغرب يقول اللي يقوله. خليهم اتنين شاي مبروكه، واحد ليا واحد للحاج احمد. الحاج، السلام عليكم، ممكن ادخل؟ هتستأذن في بيتك يا حاج؟ الادب حلو والبيت له حرمه، وانتوا ما شاء الله كذا حرمه. اتفضل يا حاج، اتفضل. يا مرحب يا مرحب، تشرب ايه يا عمي؟ لا، انا جاي في كلمتين بس. امر يا حاج. جبتوا مين لتقوى؟ بنت مؤدبه وزي الفل، مزيونة بنت ابو غريب. زين زين، تقوى بنت بنتكم وانتوا حرين. مش احسن من ام عين ميته؟ طب ليه ما مشيتوش فرحه بالادب؟ مشيناها وهي اللي قعدت تزعق وتزق فينا، عاوزه تتلفى البنت بالعافيه. رحت زقاها من فوق السلم، ولولا ربنا ستر كانت ماتت فيها. في دهي ربنا ستر يا حاج. بص يا ندى، بصوا كلكم، البيت دي محدش قاعد فيه غصب عني، وانا سمحت انكم تعيشوا مع عيالكم في بيت واحد لان ده الصح والاحسن. لكن واحده منكم تفتكر ان ده بيت ابوها او عيل من عيالها بنهولها وبنى سلالمه ومن حقها ترمي من فوق السلم اللي ما يعجبهاش، تلم هدومها وتنزل على نفس السلم وترجع على بيت ابوها. البيت ده بيتي انا، اللي عصرف وعوكل وعشرب، ولو نويت في يوم اني ما يبقاش في مخلوق هعملها، لا راجل ولا مره. يبدون يمين وبالراحه، اي حركه تانيه في بيتي ما تعجبنيش هعمل فيه كل ما يخطرش على بال ولا خاطر. مش ترجع البيت يا ابوي، بنت الله من غيرك. ما هو رجع خلاص. ما رجعتش لسه، بس انا هنا وهناك وعلى كيفي وبراحتي، مفهوم؟ عاوزكم كلكم هاتوا خيل وشيعوا الكامل وتجوني على المنظره القديمه. حاضر يا ابوي. الواد اتشالك في رقبته وقال له يا بابا،
والتاني حضنه بحنان، يبقى والده صاحبه كيف؟ مالك؟ عتكلم روحك. في عيل يسيب ابوه في مصر ويقعد في البلد. والد مين دي؟ انا عسكري. في مهندس يسيب ضناه في الصعيد ويقعد هو في مصر. لا زين، ولما الواد يشوف راجل ويتشعلك في رقبته يبقى الراجل ده مين؟ ابوه. طب ما انت مخك زين اهو. طيب حيقعد ولده عند السيد السمكري ليه؟ يعني عند توحيد؟ الواد عند عمته. صح يا يامنة؟ عمته مين؟ ده في عيل صغير عايشفوه عند توحيد، عايقول والد الجني. يا ولاد الجنية، دلوقتي انا امرت بكرة بعد صلاة العصر نقعدوا في المحجر أنا وعمكم وعمتكم وشيخ الجامع وانتو، ونتمموا كل حاجة. وعمي كان طلب تقسيم، كل واحد عارف حقه، حد هياكله، كل واحد حر في نصيبه. والمحجر ماله؟ هتقسمه هو كمان؟ لو عاوز أقسمه هقسمه، بس أنا مش عاوز أقسمه. يعني المحجر هيفضل بتاعنا يا حاج؟ بتاعنا لوحدي طول ما انا واقف على رجلي وعتنفس. محدش منكم ليه في حاجه. امال جايبنا بعت لنا ليه؟ عشان تعرفوا، وبكره تبقوا هناك قبلنا، مفهوم؟ ايه لازمه وجودنا؟ طيب لا اله الا الله، لما تحصل قاعده زي دي يحضرها الرجاله اصحاب الشأن. لو حد منكم شايف انه مش راجل ولا صاحب شأن ما يجيش. ما هو دلوقتي يعني وبعد عمر طويل عمي ما عندوش غير زهرة، ولو ما عندهوش يبقى ملهوش. وليه بس بعد العمر ده كله؟ ما اللي عاوزه ياخده. لو انت ولده ما كنتش هقول كده. ابوي بعده عن الحجر والمحجر وقسمه زي ما انتوا عاوزين. مين اللي بعده؟ انت خلاص بقيت صاحب المحجر؟ لا، بس شجانة محدش تعب فيه غيرنا. مين اللي تعب؟ أنا ولا أنت؟ مين اللي تعب؟ رد عليا! اهدى أنت بس يا أبوي. اهدى يا أبوي، اهدى يا أبوي، أنت الحنين يعني وإحنا اللي هنغصبوه؟ ما بلاش رقم يا عم كامل. رد على أخوك بأدب. أنا مؤدب يا أبوي. رد عليه بأدب، ده أخوك الكبير، وإلا خليه يضربك ويعلمك الأدب. طب لو راجل يعملها؟ اضربه يا كامل. أنا همشي يا أبوي. اضربه يا كامل. مش عاوز يا ابويا، انا مسامحه. انا مش مسامح، وقلت لك اضربه. انا مش هقدر اضربه يا ابوي. شفت؟ يبقى انا اللي هضربه. اخيري! خلاص خلاص يا ابوي، ابوس يدك. لو ما جيتش بكره قبل اخواتك شوف انا هعمل فيك ايه. روحوا بيكم. روحوا. يبقى الواد اللي هيتكلم مصري والد الحاج احمد. لما راحوا مصر ورجعوا جابوه وامه مش معاه، يبقى اكيد امه واحده من مصر ما عجبتش الحاج محمد وامر اخوه يسيبها. وده عادي عند الحاج محمد، عملها زمان في ولده وجابوا الواد وسابوه عند توحيد. اما يسافروا ويتجوزوا من الشرق والغرب وممنوع على ابو زكري انه يتنفس او يتجوز، يعملوا اللي على مزاجهم ويمشوا كلامهم على ابو زكري. مالك؟ عتكلم روحك، اتدبيت؟ طيب يا حاج محمد، ان مديتك خزوك تعرف منه
مين هو ابو ذكري؟ ما بقاش انا. خلاص يا بدرة، اللي انت عاوزاه هيحصل. هتطلقني؟ لا، هقعد مع اخوي وتوحيد ونقسمه. رضي؟ ايوه رضي، وليك علي بعد ما يحصل كده وترتاح الحكاية اديك اللي انت عاوزاه، ولو عاوز الطلاق موافق. أخوك وأختك هيعملوا إيه فيك؟ بص يا توحيد، أخوك مرته قلب عليه الدنيا، وإحنا عاوزين نريح الدور. اللي تشوفه عملهولك. عاوزك تقعدي معانا وقدام الولد وأخوك وشيخ الجامع تشهد على اللي في الورق والحجج واللي براه، ونقسمه بالحق. عاوزك أنت اللي تقسمي وتبقي شاهدة. الشهادة عقبة يوم القيامة، وأنا أشهد بالحق. وزي ما أنت عارفة أبويا كان كاتب لي كل حاجة، بس أنا عاوز أعمل الحق. قلت إيه؟ الله يبارك لك، الحق فوق راس الكل، وكلام ربنا أهم من كلام أبوي وأمي. زين، ريحتيني يا توحيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه اللي عملته ده يا سيد؟ واخد الواد وداير بيه في البلد؟ ده كلام برضه؟ أنا اللي قلت له يا ولد أبوي، بدرة هتراقب جوزها، وإذا حست إنه بيجي هنا كل يوم والتاني هتقلق. قلت له ياخدوا الواد الورشة أبوه يشوفه. توحيد، العمود اللي هيتصب غلط هيهد البيت. ربك يسترها. أهو أنت اخترت وتحمل مشورتك، مش أنت اللي تهزك أو تعاود، همومك غيرت صوتك وصورتك، وجبل الكحل عاطف فيه المراود، وجبل الكحل تفنيه المراود يا قلبي. يلا توحيد. حاضر باسم، اوعى تفتح الباب لجنس مخلوق ايا كان. حاضر يا توحيد. يلا دقيقة واحدة بس ابوس الباب. ده وقته يا توحيد، الرجالة مستنياكي. مين عارف، لازم ابوس ريحة الحبايب. أبوسك يا باسم. يلا يا حاج، دقيقة واحدة. حج أحمد، حج أحمد. أيوة. نعم، خير يا أبو ذكري، عاوز إيه؟ حج أحمد جوزك فين؟
مش قاعد خير. كنت عايز اتكلم معاه في موضوعنا واطلب منه زهرة تاني. مش قاعد، راح لاخوه واجر الموضوع ده لبعد التقسيم. تقسيم ايه؟ راح هو واخوه واخته عشان يقسموا كل حاجه. ايوه، ما هو لازم يعمل كده بعد ما طلع لجوزك وريس. وريس مين؟ ولده. ولد مين يا ابو زكي؟ تدبيت؟ ولد جوزك يا بنت عمي. باسم واد زي القمر، هيتكلم مصري وامه مصريه طبعا. انت جبت الكلام ده منين؟ ده مش كلام، ده شوف، شفته بعيني وهو متشعلك في رقبة جوزك ويقول له بابا كمان. شفته فين؟ عندي توحيد، مخبيين الوقت هناك، عشان كده أخوه هيقسم، عشان في وريث مش بت. لما كان جوزك عنده زهرة بس كان مش مهم، إنما دلوقتي مهم. عارف لو طلعت كذاب. وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم، أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. يا ولدي فرحنا بيها ومليناها عيال وحريم، وتريك يا دنيا بحر واحنا كوبش تريم. ولدي وجرحك يشق، قلب الجبل راح يطق، ضاقت علي الطرق. ولدي قتل ولدي، حبس القلوب فيها سر، والسر لو طير يفر وسط الخلايق يقر. يسكت عشان ولدي، ده السر منو الكون، على مجنون ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي. فرحنا بيها ومليناها عيال وحريم، وتارك يا دنيا بحر واحنا كوبش تريم. حجر يا يا خال ملوش حبيب وعزول، اطحنها نساء ورجال وزي ما تقول قول. ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر. شيء بالضبط